لدى البعض كبارا كانوا أم صغارا، فإن مسألة التعلق بالأجهزة الذكية تبدو مشكلة، خصوصا إذا وصلت إلى حد الإدمان. فعالمك اختزلته شاشة صغيرة، ومحيطك أصبح عالما افتراضيا تسكنه الكلمات والرموز. ولكن تلك الكلمات والرموز لدى البعض الآخر تعني الكثير، وقد تكون دليلهم للخروج من عالم العزلة إلى عالم مفتوح بكبسة زر على باب النور. باب النور تطبيق باللغة العربية الأول في العالم، يستخدم في تطوير القدرات الكلامية والاجتماعية عند الأطفال المصابين بالتوحد. فكرة باب نور إن هو بيعطيني وسيلة الطالب حبيبها، مش اللي أنا اللي فرضها عليه، بعكس ما أنا أعمل له وسيلة مثلا ما فيش فيها عنصر الجاذبية لي، لا هو في الأساس بيحب الآيباد كطفل مصاب بالتوحد. هنا في مركز أبو ظبي للتوحد لا مكان للإعاقة والعزة لهؤلاء الأطفال الذين يقضون وقتا أمام جهازهم المفضل الآيباد للعب والتعلم في آن. كبسة زر تخرج بصورة ناطقة بلهجات مختلفة، حرص المركز على اعتمادها لتتناسب مع جميع الجنسيات العربية. مش بس مسألة اللغة، بقدر ما هي اللغة والثقافة والتعامل والمعايير الخاصة في كل مجتمع على حدة، من ضمنها اللهجات المحلية طبعا. حلوى عمانية. علاقة اجتماعية تبدو صحية بين طفل التوحد مع جهازه الذكي وبإشراف ومشاركة أمه التي وجدت في باب النور بصيص أمل للتغلب على إعاقة طفلها. ممكن نحط له الصورة اللي بدنا إياها وهو يكبس عليها، وبعدها مع النطق كمان لأنه ابني يعتبر بدأ يحكي. وتبقى الإعاقة الحقيقية في عدم إيجاد حلول لتجاوزها، خصوصا في عالم متطور تغيب كلمة مستحيل من قاموسه الإنساني. سماح السيد، العربية.